باريس تواصل الاحتفال بقدوم النجم البرازيلي نيمار إلى نادي العاصمة، وقد تم الترحيب به على مستوى أهم معلم في فرنسا وهو برج إيفل. الاحتفال تم من خلال إضاءة برج إيفل بألوان فريق باريس سان جيرمان، وتم من خلاله الترحيب بالمهاجم البرازيلي باللغتين البرتغالية والفرنسية وسط حضور جماهيري كبير. أكد لاعب باريس سان جيرمان داني ألفيس أن نيمار شجعه على الانضمام إلى باريس سان جيرمان، مضيفا أن قدوم النجم البرازيلي لباريس كان قراره الشخصي لأن نيمار يريد دائما كسب التحديات. على العكس تماما، نيمار هو من كان له تأثير كبير على انتقالي إلى باريس سان جيرمان. الناس يعتقدون أنه ما زال شابا مراهقا يتردد في اتخاذ القرارات، ولكن ذلك الطفل كبر وأصبح رجلا يتخذ القرار المناسب. الرجال لا يخافون التحديات، عليهم أن يتحلوا بالشجاعة. لقد أرسلت لنيمار رسالة مفادها أن الحياة يكسبها فقط الشجعان، وأنا أؤمن أن نيمار رجل شجاع ويطمح إلى أشياء كبيرة. إنه يريد التحدي، وهذا ما جاء بنا إلى باريس. إلى ذلك أكد دارين رابيو لاعب باريس سان جيرمان أن قدوم نيمار إلى الفريق سيضيف الكثير من الأشياء للنادي داخل الملعب وخارجه. كان حقا جوا رائعا، الناس سعداء والشعور في غرف الملابس جميل، انه حقا جو احتفالي، انه علامة المزاج الجيد. نيمار إضافة للفريق داخل وخارج الملعب، وبالخصوص هو لاعب كبير والذي سيرفع من استحواذنا على الكرة. انه لاعب يستطيع التسجيل، هو لاعب موهوب، انه هدية لكرة القدم. أظن أنه لن يجد صعوبة للتأقلم مع الفريق.